بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله من جهنم. هذا الحديث في مسألة من مسائل الصلاة وأحكامها، وهو في توجيهه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنه إذا اشتد الحر فأبردوا، بمعنى أنه، وهذا لا يكون غالبا إلا في صلاة الظهر. وقوله فأبردوا، أبرد إذا دخل في البرد، كما يقال أنجد إذا دخل في نجد، أو أتهم إذا دخل في تهامة، وكذا. فيشتق الفعل من الشيء المنسوب إليه، إن كان مكاناً أو زماناً أو غير ذلك. هنا منسوب إلى صفة، إلى البرد. أبردوا يعني أدخلوا في البرد، والمقصود أنه إذا اشتد الحر يعني في البلاد الحارة، ولهذا لا يكون هذا في البلاد الباردة ولا في البلاد المعتدلة، إنما هذا خاص في البلاد التي يشد فيها الحر. وسوف يأتي معنا حديث آخر أيضا، وهو أن الصحابة كانوا يتقون الحر إذا سجدوا يضعون أرديتهم بينهم وبين الحر، وسيأتي الكلام على هذا والجمع بينه وبين هذا الحديث. المقصود أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إذا اشتد الحر، وهذا لا شك من كمال هذا الدين ومن رفق الله بعباده، وأيضا لبيان أن المقصود من الصلاة هو الخشوع، وأن كل ما يمنع من الخشوع أو يشوش ينبغي أن يتقيه المسلم المصلي قدر الإمكان بما لا يخل بالأصل المطلوب وبالأصل الواجب. وإن كان لنا أن يعني نتوسع إما في آخر الشرح أو الآن، وهو
ولعله ورد الأمام، وهو المشقة، المشقة التي يقع فيها المكلف. هذه أولا المكلف منهي أن يوقع نفسه في المشاق، أو أن يتعمد أن يدخل على نفسه المشقة والعسر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، بمعنى طاقتها. فالمسلم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وأيضا علمه بضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، أنه لا يجلب المشقة لنفسه، ولا يتقرب، وهذه قاعدة مهمة جدا، الله سبحانه وتعالى لا يتقرب له بمشاق. فالله لا يطلب منا أو لا يحب منا ولا يأمرنا أن نتعمد المشقة ونقصدها ونظن أن هذا يحبه الله، لا، الله لا يحب ذلك. الله لا يحب أن يتعمد أو أن يشق المكلف على نفسه، ولهذا قالوا لا يتقربوا إلى الله بالمشق. وتعرفون قصة الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع حوله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أو من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا أقعد وأن يجلس في الشمس ولا يستظل، وأن يجلس في الشمس ولا يستظل. طبعا هذا مراده أن الأجر، يعني هذا اجتهد أو ظن أن هذا مما ترفع به الدرجات وأن هذا مما يحبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه لما بما يبين المطلوب من غير المطلوب، فقال مروه أن يتم صومه وأن يقعد وأن يستظل. هو نذر أن يصوم قائما وفي الشمس، وظن أن هذا لا شك طبعا في مشقة، وظن أن المشقة هذه يثاب عليها، أنت تثاب على العبادة المشروعة، فإن كان فيها كلفة تثاب على الكلفة التي في العبادة، لكن لا تثاب على الكلفة التي تجلبها أنت لنفسك. فقال مروه أن يتم صومه لأن العبادة صحيحة، وأن يقعد لأن لا يتقرب إليه بالقيام إلا في الصلاة. أما انتقب تصوم قائما، لا، تصلي قائما نعم، وأيضا حتى قيام في حدود القدرة. ولهذا أيضا حتى في الصلاة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، يعني بين عمودين، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب. قال وما شأنها؟ قال تقف وإذا تعبت اتكأت عليه. قال حلوه، يعني فكوه، وليصلي أحدكم نشاطه. فأنت مطلوب منك أن تصلي بقدر ما تستطيع، أما أن تجلب على نفسك مشقة أو تزيد، هذا لا ليس فيه قربة، بل فيه تنطع، وقد يوقعك في البدعة. فهذا الرجل قال له فليصلي
فليتم صومه وليقعد وليستظل، يعني في الظل، لا 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 يتقرر إلا الله بالمشقة. لكن إذا كانت المشقة في العبادة يثاب عليها، الصيام في الصيف يثاب عليه، ما 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 يحصل لك من مشقة أثناء صيامك تثاب عليه. أو في عرفة، قبل الله منكم إذا الإنسان وقف في عرفة في الصيف في الشمس ما في إشكال، لكن ما يتعمد أن يقف في الشمس، إنما الشمس جاءت في الطريق، وإلا يجلس في الخيمة مثلا. لكن لو أنه تعرض للشمس بطبيعة عمله أو لأنه يتحرك من مكان إلى مكان، فهذا الحر الذي يصيبه والمشقة يثاب عليها. ولهذا يقول العلماء المشقة التي في طريق العبادة يثاب عليها، مثلا في الجهاد، الجهاد في الصيف يثاب عليه. ولهذا تعرفون غزوة تبوك كان فيها اجتمع فيها جملة المشاق من الحر، والشقة بعيدة من المدينة إلى تبوك، ومنها قلة المال، ومنها أشياء كثيرة، هذه كلها يثاب عليها. ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا ضمعون ولا مخمصة في سبيل ولا يطول إلا كل يثاب عليه، ولا شوكة ولا فالأشياء التي في الطريق تثاب عليها، الظما والنصب والشوكة وحر الرمضاء تثاب عليه لأنه في طريق العبادة. أما أن تتعمد أن تلتج في الرمل في الرمضاء أو في الرمل تدفن نفسك، هذا ليس من الدين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا اشتد الحر فأبرده، لأنه خاصة في المنطقة العربية في الجملة وغيرها من الصحارى، سواء في الهند أو في أفريقيا أو في غيرها، الصحارى اللي فيها بلاد صحارى وتعرض الشمس يجي حر شديد. فإذا اشتد الحر، معلوم أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وزوال الشمس في شدة الحر، في خاصة في بعض في وسط الصيف وفي وقت القيلولة. فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني انتظروا حتى يأتي الوقت البارد. ضابط البارد أو ضابط الإبراد كما قال العلماء هو أن يبدأ الظل. إذا بدأ للحيطان ظل أو التلال الظل، حينئذ بدأ، لأن الإنسان المصلي حينما يذهب إلى المسجد يمشي مع الظل ولا يتعرض للشمس الحارقة أو الشديدة. فإذا بدأ الظل وبدأ ظل الأشياء، الأشجار والحيطان، بحيث يستفيد منها الذاهب إلى المسجد، فإنه حينئذ يكون دخل وقت الإبراد وذهبت المشقة التي فعلا قد يعني لا يطيقها المكلف، أو أنه يتعرض لمشقة تجعله غير حاضر قلبه تمام الحضور وهو يؤدي هذه العبادة العظيمة. إذن المقصود بالإبراد هو أن الإنسان يبعد عن نفسه الكلفة وليكون حاضرا، لأن يا أخواني لب الصلاة هو الخشوع، لب الصلاة هو الخشوع. ولهذا يجتهد المسلم أن يبعد عنه ما يمنعه من الخشوع، بمعنى أنه قد يأتيه أشياء تشغله من حر أو آلام أو نحو ذلك مما يجعله يشق عليه أو أن يكون حاضر القلب وهو يؤدي هذه العبادة العظيمة، وهو أيضا يقف بين يدي ربه. فالمقصود أنه إذا اشتد الحر فأبرده. الشيخ أثار في شرحه كلمة جميلة نقف عندها، وهو
قال: اختلف الفقهاء في أن الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة، هل هو سنة أو رخصة؟ طبعا فرق بينهما، وهذا يعني لطلبة العلم. وطبعا رجح الشيخ صحيح أن أنها سنة وليست رخصة، لأننا إذا قلنا رخصة لا تكون إلا في حال يعني وجود التعرض المصلي للمشقة أو الحرارة، وإذا قلنا سنة لا، يصير الحر ولو كان الإنسان لا يتعرض، مثلا المرأة في بيتها أو الطريق إلى المسجد المسقوف، الطريق إلى المسجد المسقوف، إذا قلنا سنة ننتظر حتى يبرد الوقت ونصلي. إذا قلنا رخصة نقول لا، ما دام راح ذهبت الحرارة عن طريق الطريق المسقوف أو عن طريق وجود المصلي في بيته لعذر ووجود التكييف إلى آخره، هذا يصلي في أول الوقت. والصحيح أنها سنة، الصحيح أنها سنة، ولهذا يؤخر في وقت الشديد ولو كان يعني الطريق مسقوف أو الطريق يعني ما ليس فيه لا يتعرض فيه للحرارة. الثاني أيضا أثار الشيخ وهي أثار العلماء، وهي الجمعة. الجمعة طبعا هي ظهر طبعا، وهي وقت الظهر، في وقت الظهر هي، وكان ليس ظهرا لكن في وقت الظهر، لأنه تصلى في أول وقتها، وخاصة أننا أيضا مأمورون بالتبكير للصلاة شيء مبكر، فإذا جاء المأمومون مبكرين وطال انتظارهم قد تشتد مشقته. ولهذا صحيح أن أيضا أنه لا مانع أن تؤخر ويبرد بها، يبرد بها وكصلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذه هي العلة، لأنه حينما هذه من مسالك العلة كما يقول العلماء، ومن الأشياء التي تفيد التعليل. أبردوا فإن هنا تفيد التعليل، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله، بمعنى أن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لها تزهر زفرات، وأن الحر من جهنم، نسأل الله السلامة. وكما قلنا بينما المناطق المعتدلة الباردة هذه لا، ليس في السنة أن تصلى الصلاة في أول وقتها مطلقا، لأن طبعا الكلام هنا أبردوا بمعنى الأصل أن المطلوب منا أن نصلي الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأفضل لا شك. طبعا حينما قال حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، وهذا هو المطلوب، يعني المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر أصل فيها أن تصلي في أول وقت، هذا هو السنة. وإن كان العشاء ذكر علماء قد تؤخر إلى الثلث، لكن إن لم يشق على المأموم، لكن الأصل فيه أن تصلي الصلاة في أول وقتها، لكن إذا اشتد الحر تؤخر حتى يكون الإبراد. وقلنا إن الإبراد يكون ضابطه هو أن يكون الحيطان ظل، وبحيث يتمكن الذاهب إلى المسجد أن يمشي في الظل ولا يتعرض لشدة الحرارة. نعم. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها،
لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا أيضا من الأحاديث التي جعلها المصنف تحت ما بوب له به باب جامع، وهي حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا أيضا الحكم في هذا، وهو أن المسلم إذا نسي الصلاة أو شغل يعني فعلا جاءه شغل أنساه أو دخل في يعني في شغل شديد، قد يكون إما يعني انشغال بتمريض أحد أو بمشكلات شديدة عويصة أحيانا يذهل أو نحو ذلك، وإلا الحمد لله قليل من المسلمين الذي ينسى الصلاة، قليل وللحمد، لأنها يعني أوقات تتكرر يوميا ومثل هذا قليلا ما ينسى، لكن مهما كان يبقى الإنسان بشر وقد يأتيه عارض ينسيه أو نام عنها. إذا نام عنها كذلك بمعنى أنه نام مثلا بعد صلاة الفجر وثقل نومه حتى خرج وقت الظهر مثلا، فإذا استيقظ عليه أن يصلي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. بمعنى العلماء فهموا من هذا أن القضاء يكون على الفور، القضاء حال ما يذكر عليه أن يبادر بالصلاة. ولهذا حينما تنظر في الأسلوب: من نسي فليصلي إذا ذكر، بقطع النظر أن يكون في الليل أو في النهار أو في وقت نهي أو غير وقت نهي، حال ما يذكر عليه أن يبادر فليصلي. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لا كفارة لها إلا ذلك تحتمل عدة احتمالات كما ذكر الشارح، إما كما قال أن يراد به نفي الكفارة المالية، بمعنى ما في كفارات من مال أو صيام أو نحو ذلك، لا كفارتها أن تأتي بها، هذا احتمال. أو أنه لا بدل لقضائها، لا يكفي نوافل أو لا يكفي صيام أو إلى آخره. ويحتمل أيضا أنه لا يكفي ما لا يكفي فيها من التوبة والاستغفار، لا شك التوبة مكفرة، التوبة مكفرة والأعمال الصالحة مكفرة. الإنسان إذا أذنب ذنبا وتاب قبل الله منه وصدقت توبته قبل توبته، وإذا أيضا أذنب ثم أتى بحسنات الحسنات تمحو السيئات ونحو ذلك. لكن هنا لا، قال لا كفارة، يعني مهما أتيت بحسنات كثيرة لا بد أن تأتي بالصلاة. وهذا حقيقة يعني أيضا يدل على 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 عظم منزلة الصلاة. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومع الأسف يا إخواني حقيقة يجب أن يعني أن نذكر في كثير من المسلمين يتهاونون، أي والله، ويظن أن ما أصلي إلا إذا كبرت أو بلغت 40 أو تقاعدت أو تزوجت أو نحو ذلك. فأنت تجده يعني يتهاون يقول الذي إذا الإنسان كبر بالسن، ولا هذا لا يجوز بأي حال.
يعني هي الفريضة الوحيدة التي يعني قال جمع المحققين أن من تركها عمدا أنه يكفر وإن أقر بوجوبها وهي كما قلنا هي أهم فرائض الإسلام على الشهادتين، وهي أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا لفت كما يلف ثوب الخلق ثم ترمى في وجهه ثم يلقى في النار صلى الله عليه وسلم. وهي الفريضة التي لا تسقط بحال، بمعنى ما دام العقل مع المسلم فلا بد أن يصلي قائما، فإن لم يصلي فقاعدا، فإن لم يصلي فمضطجعا، وإن لم يصلي فيومي إيمان، ما تسقط بأي حال. ولا شك أن في ستر العورة وفيه الوضوء إذا لم يجد ما يستر عورته يصلي عريانا صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة، إذا لم يتمكن يصلي إلى غير قبلة، يتوضأ، إذا لم يجد وضوءا يتيمم، إذا لم يجد تيمم يصلي من غير ماء ولا وضوء. لا تسقط الصلاة أبدا أبدا، ما تسقط. بل حتى لو كان ليس عنده ماء وخشي خروج الوقت يصلي ولا ينتظر، وإن كان يستطيع بعد ساعة في السيارة ساعتين يصل الماء، تقول لا، ما دام أنك تخشى خروج الوقت فإنك تصلي تيمما، وإن لم تتمكن تيمم تصلي بدون وضوء، وإن كان الماء تصل إليه بعد ساعة أو ساعتين. فإخوان الصلاة لا تسقط بأي حال، بينما الصيام أما الذي لا يستطيع يكفر أو يقضي فيما بعد، والزكاة كذلك لا تجب إلا على الأغنياء، والحج على المستطيع، بينما الصلاة لا تسقط ما دام المسلم عاقل ومكلف وعقله معه، لا تسقط ولو كان نائم وكان مريضا. حتى المريض وينبغي أن تعلم أن المريض في المستشفى يصلي، لو فرض أنه مريض على السرير وما يستطيع التحرك، العادة الزوار يأتوا مثلا أهله وأقاربه يساعدونه على وضوء، يساعدونه كذا إذا كان يعني مرضه شديدا، لكن تأخروا ما جاء أحد يساعده، فعليه أن يصلي ولو لم يتوضأ. إذا خشى خروج الوقت ولم يأتي أحد يعينه فعليه أن يصلي، أو أنه إلى غير القبلة ولم يأتي أحد يوجهه عليه أن يصلي ولو إلى غير القبلة. فالصلاة لا تسقط أبدا، شروطها تسقط كما قلنا، استقبال القبلة يسقط، الطهارة تسقط، ستر العورة يسقط. ومن هنا في قولي لا كفارة إلا ذلك يدل على عظمها، الصلاة لا بد أن يتابعها. ولهذا يا إخواني أوصي نفسي وأوصيكم بالمحافظة عليه في أوقاتها، في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم، زوجاتكم وأولادكم لا تهاون مع أولادكم. الإبن حينما يبلغ والبنت حينما تبلغ، البنت بلوغها بالحيض أو بلوغ 15 سنة، والولد أيضا إذا بلغ 15 سنة أو بالاستمناء إذا أمنى احتلم، أو إن مات شعر القبل، إذا نبت شعر القبل أصبح بالغا أصبح مكلفا. إذن علامات البلوغ ثلاث، علامات التكليف ثلاث، إما الحيض للمرة أو الاحتلام للمرة والرجل، أو الإنبات شعر العانة، أو بلوغ 15 سنة. فإذا بلغ أبناؤكم وبناتكم اتقوا الله فيهم، عليهم أن يصلوا وأن يصوموا وأن يؤدوا فرائض الإسلام، ولا تتهاونوا، أنتم مسؤولون عنهم. يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أيقظوهم إذا كانوا نائمين، مروهم أن يصلوا، مروهم أن يأتوا بالصلاة على كمالها من الوضوء وستر العورة والهيئة الحسنة. فالصلاة يا إخواني ما لا لا يعني كما قال الإمام أحمد يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاتقوا الله في صلاتكم، بل هي الدين، بل هي الإيمان. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وذلك حينما كانوا يصلون جهة بيت المقدس ثم حول الله القبلة إلى الكعبة، فقال الله إن صلاتكم إلى البيت المقدس هذه محفوظة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمها إيمانا. ولهذا اتقوا الله في أنفسكم وفي أهلكم وفي بناتكم، زوجاتكم، أخواتكم، إخوانكم، أبنائكم، وكل من تحت يدكم وتحت رعايتكم، فاتقوا الله فيهم. ولهذا في قولي لا كفارة يدل على أنها لا بد أن يؤتى بها. وكما قلنا يصليها إذا ذكرها، ولو كان في وقت نهي، ولو كان في الليل، ولو كان في أي وقت، مثلا العشاء ذكرها في النهار صليها في النهار، الفجر في النهار في النهار، في الليل في الليل، حال ما ذكر، فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاتنا، وأيضا كذلك من نسي أو نام. النائم يا إخواني ينبغي للمسلم في النوم أن لا يهمل، لا شك النوم طبعا معذور النائم، لكن قبل أن ينام عليه أن يتخذ الاحتياط حتى يقوم، إما أن يكلف أهله أن يوقظوه، زوجته أو أمه أو أخوه أو من في البيت موجود مستيقظ، يقول له إذا أذن أو دخل الوقت أيقظني، وهذا لابد منه، أو يضع منبه سواء الساعة أو الجوال أو أي شيء ينبهه، أو يتصل عليه يقول زميله اتصل علي إذا الوقت اتصل علي، وهكذا. فلا بد من هذا. أما إذا احتاط ثم نام غلبه، لا 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 إشكال فيها، النوم سلطان، النوم سلطان. فإذا نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت عليه أن يصلي. ولهذا هنا قال فليصليها إذا ذكرها، يعني يدل على أن القضاء على الفور، يدل على أن القضاء على الفور، إلا إذا يعني كان هناك عذر، مثلا يتوضأ أو أشياء فعلا يعني، أو يؤدي حاضرة، أو صلاة جماعة قائمة. وإلا الأصل أنه حالما يعني يتذكر الصلاة وحالما يستيقظ أنه يتهيأ الصلاة ويصلي. لكن العلماء وقفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، كان في سفر وسروا في الليل، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبه النوم، فقال: من يحرسنا الليلة؟ فهو لم ينم إلا بعد أن احتاط، فقال بلال: أنا، بمعنى سأبقى مستيقظا إذا جاء الفجر أنا أوقظكم. فنام النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم مطمئنا إلى أن بلالا سوف يوقظه، لأنه قال أنا. ولكن بلال رضي الله عنه اتكأ على قد يكون متاع أو شيء، وما أيضا غلبه النوم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس.
فقام النبي فزعا ونادى بلالا قال يا رسول الله غلبني الذي غلبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قام من المكان، وهذا هو محل الذي سنتكلم عنه. فاقتادوا رواحلهم ومشوا مسافة ثم توضأوا وصلوا. هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فورا، إنما خرج وأخذ مدة. ولا شك طبعا أنهم حينما يريدون يهيئوا رواحلهم ويستعدوا ويحملوا متاعهم ثم يركبوا ثم يمشوا يأخذ يمكن ساعة، خاصة الحركة كبيرة. و حاول العلماء أن يعتذروا، لماذا؟ بعضهم قال لأنه وقت نهي، اللي وقت طلوع الشمس، والنبي نهى أن يصلي الإنسان والشمس في يعني أثناء طلوعها. إن قالوا لا، لأنه حر الشمس، والحر غالبا لا يكون لك قد ارتفعت، لكنه قال كلمة هي التي قد تكون يعني محل تأمل، إنه قال محل حضرنا فيه الشيطان، حضرنا في الشيطان، هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، ولهذا هذا لا يقاس عليه. النبي يعلم أن في شيطانا، مثل حينما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان ويعذبان إلى في كبير. طبعا أنت لما تقول ما تعرف تعذب ولا تعذب، هذا أمر غيبي، وهذا الذي علمه بالوحي. فوضع الجريدتين، ولهذا نحن لا نضع الجرائد على القبور، لا ندري يعذب ولا ما يعذب، ولا نتفاءل أنه يعذب، حصل إن شاء الله أن الله يعني يرحمه ولا يعذبه. بينما هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنهما يعذبان، وذكر ذنبهما، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من أو لا يتنزه من بوله، فذكر ذنبهما وكبيرتهما. فأتى بجريدة قال يخف عنهما ما لم ييبسه، فهذا غيبي فلا يقاس عليه. ولهذا حينما قال حضرنا في الشيطان، نحن نصلي في الأودية ما ندري فيها شيطان ولا ما فيها شيطان، فلهذا هذا قد يكون هو السبب أنه لا يقاس عليه. ولهذا في قاعدة جميلة عند تنسب للمالكية، وهو فعلا أن ما كان تعليله غيبيا أنه لا يقاس عليه. ومنه ما ذكرنا من هذا القبرين يعذبان، ما نضع نحن الأخضر على الجريد على القبور، هذا غير صحيح، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان. القضية الثانية وهي التي يعني محل نظر، وهو الذي وقصته راحلته في الحج عرفة وقصته فمات، يعني سقط من راحلته ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروه وكفنوه في ثوبيه، وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيها. هذه اللي قالوا لما قد تكون غيبية، ما تعرف الذي ماتوها يبعث ملبيه ولا لا، وكان نحسن الظن به انه حسن، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اخبر، وهذا يعرفه عن طريق الوحي، قال فانه ليس كل من مات محرما قد يبعث ملبيا، ما ندري، لكن يرجع، لكن هذا قال يبعث، فهو بمعنى اخبر عنه بذاته انه يبعث ملبيا. فالمقصود ان قوله ان حضر الشيطان هذا امر غيبي، وقد يكون هذا هو العله. على كل حال المقصود أن من
من نسي صلاة أو نام عنها عليه أن يقضيها فورا. والحقيقة والأصل أيضا أن كل أوامر الشرع على الفور، الأصل أن كل ما أمر به الشرع فإنه الأصل فيه أنه على الفور، إلا إذا عرض عارض أو كان هناك ما يمنع الفورية، والأصل أن جميع أوامر الشرع على الفور. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.